أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل ثبت الإجماع أنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد عصر الصحابة؟ أعني آثاره المنفصلة عنه مثل شعره أو شيء من ثيابه وأوانيه ونحو ذلك. هاتوا لنا شيء من أوانيه أو من شعوره أو من ثيابه عليه الصلاة والسلام. من يقول أن هذا شعرها وهذا ثوبها أو هذا آنيته؟ ما عندنا يقين من هذا الشيء. وأيضا هذه الأمور لا تبقى هذه المدة وهذه القرون، ما تبقى هذه القرون. 14 قرن يبقى شعر؟ يبقى ما تبقى هذه، يبقى ثوب؟ ما تبقى هذه الأمور. جرت سنة الله أن هذه تفنى، العظام تفنى والجسم يفنى، كيف تبقى هذه الأشياء؟ ولا داعي لمثل هذه الأمور. اللي يريد الجنة ويريد رضا الله يعمل بسنة الرسول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. هذا موجود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 3 آيات. ألسنا بحاجة إلى الثوب وإلى الشعر؟ عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.